4.4 بس في فكرة واحدة، إن إحنا نحل السيستم of linear equations نستخدم كريمرز رول، اللي هي راح أحط معاملات الأكس ومعاملات الواي وأحل. زي هنا معامل الأكس راح يكون A، معامل الواي هو B، وهنا C. عشان أطلع قيمة الأكس راح أستخدم DX على الD، الواي راح أستخدم DY على الD. إيش الفرق بين الDX والDY والD؟ D راح أكتب معاملات الأكس والواي نفس ما هي، يعني هنا A1 A2 B1 B2، هذا إيش؟ هذا D. طيب الDX الفرق إني أنا بشيل قيم الأكس وأستخدم بدالها القيم اللي موجودة هنا كإضافة بدل الأكس، يعني هنا أستخدم C1 C2 والB نفس ما هي لأن أنا ما تطرقت للواي، B1 وB2. لما يجي الكلام عند ال DZ أو ال DY استبعد الواي وأحط بدالها هذه القيم الإضافية، الأكس بما أني ما تطرقت له فأنزلها نفس ما هي A1 A2، هنا أستخدم C1 C2. هذه هي الفكرة، إذا أنا طلبت الدي العادية راح أستخدم المربع هذا كامل، وهذا لا، إذا طلبت الأكس راح أشيل الأكس لأني أنا أبغى قيمة ال دي للأكس فأنا أستبعد الأكس. مثلا هذا السؤال عشان أحله بالكريمرز رول، لما أجي أسوي المربع للدي العادية راح أستخدم معاملات الأكس نفس ما هي، واحد اثنين واحد سالب واحد. عشان أطلع القيمة راح أضرب سالب واحد بواحد سالب واحد ناقص اثنين راح يصير سالب ثلاثة، هذه قيمة الدي، الدي تساوي سالب ثلاثة. عشان أطلع الدي اكس راح أستبعد الاكس أحط بدلها هذا الكولوم الإضافي، واحد خمسة واحد سالب واحد، سالب واحد ناقص خمسة تصير سالب ستة، هذه قيمة الدي اكس. دي واي راح أستبعد الواي وأحط بدالها هذا العمود، واحد اثنين واحد خمسة، خمسة بواحد خمسة ناقص اثنين يساوي ثلاثة، هذا الدي واي، هذه قيمهم. الحين عشان أطلع قيمة الاكس، دي اكس على دي واي على الدي العادية، والواي هي دي واي على دي، دائما يكون الدي العادي هو اللي بالمقام وفوق على حسب المطلوب، مطلوب اكس استخدم دي اكس، مطلوب واي استخدم دي واي، هذا الناتج للاكس وللواي. هذه الحلول، تراي اند تشيك نفس الفكرة. عشان احل بكريمرز رول هنا لازم اطلع قيمة الاكس وقيمة الواي، بحل واحد واثنين انتو حلو، او احل اثنين عشان فكرته فيها زد. نفس الشيء عشان اطلع قيمة الزد راح استخدم دي زد نفس الموجود على الدي، والاكس والواي طبعا نفس الفكرة. اول شيء بطلع الدي، اثنين واحد واحد، واحد سالب واحد سالب واحد، واحد اثنين واحد. انا افضل طريقة اني اكرر العمود، اذا انتو تبون تحلون بالطريقة الثانية عادي، نصير سالب اثنين سالب واحد اثنين، وحط فاصل لان بستخدم سالب واحد سالب اربعة سالب واحد، هذا كله ينزل نفس ما هو، سالب واحد وسالب اربعة موجب واحد. هنا السالب راح يمشي على هذه كلها القوس، فالسالب واحد بالسالب السالب بالسالب اثنين تصير موجب اثنين، والسالب بسالب واحد موجب واحد، والسالب اثنين سالب اثنين. هنا راح يكون حلها سالب اربعة، وهنا راح احط موجب واحد صير سالب ثلاثة، هذا ناتج ال D، يعني المقام دائما بيكون سالب ثلاثة. الحين بطلع ال Z، استبعد ال Z واستخدم بدالها هذا العمود كامل، اثنين واحد 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 سالب واحد اثنين، واستخدم بدالها العمود هذا ثلاثة صفر صفر. اكرر اول عمودين، سالب ثلاثة ناقص ستة لأن هنا في سالب، سالب تسعة، سالب تسعة على سالب ثلاثة تصير موجب ثلاثة، يعني قيمة الزد ثلاثة. عشان أطلع الأكس عوضت الصفر بدل الأكس، سالب ستة سالب سالب ثلاثة يعني موجب ثلاثة تصير سالب ثلاثة، هذا قيمة الدي اكس، سالب ثلاثة على السالب ثلاثة اللي هي قيمة الدي الثابتة اللي انا طلعتها.
يصير يساوي 1، x تساوي 1، z تساوي سالب 3 أو موجب 3. طيب قيمة الواي آخر شيء، صحنا هذه استبعدها واحد بدلها هذه، ثلاثة ناقص ناقص ثلاثة يعني موجب ثلاثة تصير ستة، يعني ستة على سالب ثلاثة اللي هي قيمة الدي، وهنا الدي واي، فواي تساوي سالب اثنين. هذه هي السلوشنز. مختصر هذا السلايد انه اشوف قيمة الدي، اذا كانت قيمة الدي تساوي صفر راح يكون في حلين، اذا كانت الدي اكس والدي واي بعد تساوي صفر يعني راح تكون صفر على صفر، هنا نقول عنها dependent. إذا كانت ال dx وال dy non-zero يعني قيم صحيحة مثلا 5 على صفر، هنا احنا متعودين لو بالآلة بتطلع error فهي undefined نسميها inconsistent، يعني شرط ال inconsistent ان ال d نفسها تساوي صفر بس ال dx وال dy تكون قيم غير صفرية، ممكن تكون موجبة أو سالبة. لكن إذا كانت الدي نفسها ما تساوي صفر يعني قيمة الدي تساوي مثلا 5 سالب 5 أي قيمة أهم شيء غير الصفر نسميها independent، يعني هذه الحالتين الغير صفرية تساوي حالة واحدة اللي هي independent، والصفرية تساوي حالتين إما dependent إذا كلهم صفر وإذا كانت non-zero الدي أكس والدي واي نسميها inconsistent. هذه طالبني أحلها بكريمرز ميثود، نفس الفكرة عشان أطلع قيمة الإكس راح أستخدم دي إكس على الدي، أو شيء أطلع الدي اللي هي نفس ما هي أستخدمها، معامل الإكس واحد سالب اثنين سالب واحد اثنين، اثنين ناقص موجب اثنين يعني بتصير صفر، نفسها تساوي واحد سالب واحد سالب واحد واحد، هنا واحد ناقص موجب واحد راح يساوي لي صفر. أتأكد من الدي إكس، استبعد الاكس واستخدم بداله هذا العمود سالب واحد واحد سالب واحد واحد، هي نفس القيم ترى بس كنا متغيرة، سالب واحد ناقص سالب يعني بالموجب واحد راح يساوي صفر، الدي واي تساوي استبعد الواي واستخدم بداله هذا العمود مع ثبات قيم الاكس، واحد سالب واحد سالب واحد 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 ناقص موجب واحد راح يساوي صفر. show that، فبما انا كاتب show that هو بس طريقة الحل، وله أكيد أنها بتكون dependent يعني سهل علينا، سواء كان الحل غلط أو صح هو بالنهاية dependent. هذا السؤال يعني نفس الفكرة، ما في شيء جديد، ما له حل لأن الدي نفسها ساوت الصفر والباقي لهم قيم، يعني مثلا 4 على الصفر هنا بقول undefined، مو بالضرورة تكون صفر على الصفر يعني لازم هنا يكون في قيمة عشان العملية الحسابية تكون error، عشان أطلع قيمة ال d نفس ال x واحد سالب واحد سالب واحد واحد، واحد ناقص موجب واحد راح يساوي الصفر. أتأكد الحين ال dx show that بمعنى أن أكيد ال dx وال dy بتكون non-zero، أحط هذه واحد واحد سالب واحد واحد، واحد ناقص سالب واحد تكون موجب واحد يعني اثنين، هذه نان زيرو الدي اكس، بقى بس الدي واي واحد سالب واحد، واستبدل الواي بالقيم الموجودة واحد واحد، واحد ناقص سالب واحد يعني موجب واحد اثنين، فالدي واي بعد نان زيرو بس.